دمار هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده مش ناسيين والمشانق للي رايح واللي جاي ودم احرقنا اللي راحوا فين شوي والمشانق للي رايح واللي جاي ودم احرقنا اللي راحوا فين شوي من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع السلاحي سلاحي في الدنيا ظهر ولد 39 سنة مرت على رحيل صوت الرومانسية 39 سنة مرت على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عبد الحليم كان أحد أهم الأصوات في تاريخ مصر الحديث خلوني أخذ من الكينج محمد منير أن عبد الحليم كان حدوتة مصرية عبد الحليم كان صوت لثورة 52 اكتشفنا أنه كان أيضا موجود معانا في الميادين سواء بقى في 25 يناير و 30 في الثورة فضل مستمر معانا في الثورتين اللي كانوا بعد كده كلمات لن تكفي للحديث عن عبد الحليم حافظ لكن معانا واحد من كبار الموسيقيين خليني أقول أنه تربى داخل بيت الموسيقار الكبير محمد الموجي رفيق عمر عبد الحليم حافظ وأيضا بما أنه كان صاحبه يعني صاحبه الأنتيم زي ما بنقول عبد الحليم فطبعا هو كان جوه بيت عبد الحليم معانا الموسيقار الموجي الصغير صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا بك عايزه اسال حضرتك سؤال يعني كل ما بتيجي يعني ذكر عبد الحليم دايما السؤال ده بيبقى جواه انه بريق عبد الحليم لم ينطفئ صحيح ليه ايه السر لانه كان سابق عصره يعني كان ما بيبصش لل للخلف ابدا لا كان دائما يدور على الكلمه الجديده النغمه الجديده ساعدوا على كده الكوكبه اللي حواليه كانوا برضو متطورين محمد الموجي كمال الطويل كانوا ثلاثي هم كانوا ثلاثي اصحاب بالظبط ثلاثي اصحاب فيهم النغمه الجديده يعني الاستاذ كمال الطويل عمل له اول لحن كان اللقاء كان لسه برضو بتحسس طريقه في الاول الموجي جه صفيني مرة صفيني مرة دي عملت بقى يعني بتقول انا بقوله قلبان يعني في الموسيقى العربية كده بدأ عبد الحليم يدور بقى على الجديد وعين كمال الطويل عمل على قد الشوق التلاتة حاسين ببعض قوي حاسين بالمناخ الفني لازم يتغير لازم كان عبد الحليم مصر انه لازم يتغير هذا المناخ ما يبقاش الكلمة اللي فيها تطويل اللي فيها التطريب قوي اللي فيها الكلمه اللي فيها مط الحاجات دي كلها لا هو عبد الحليم مع الموجي والطويل سهلوا يعني ايه الغنى فهموا الناس الغنى يعني ايه وتسهيل الغنى فقدروا يدخلوا قلوب الجماهير من خلال النغمات اللي اتعملت من خلال صوته اللي خلى الناس كلها عشقته لان هو كان اسلوب جديد وطعم جديد وله اسلوب خاص ما كانش بيقلد حد كان سهل ما كانش بيقلد حد خالص ما كان يعني ما سبقوه كانوا عظماء طبعا بس ما لا ما مش هقلد حد يعني حتى لما كان المعلم صديق كان قال له لا غني لعبد الوهاب بيقول له لا مش هغني لعبد الوهاب مع ان عبد الوهاب عملاق واستاذه انما لا هو مؤمن بقضيه جواه ان لازم اسهل الغنى لازم اضيف حاجه جديده للغنى الموجي كان برضو جواه النغمة الجديدة عايز برضو يعبر عن عبد الحليم كمال طويل عايز يعبر عن عبد الحليم التلاتة كملوا بعض عملوا يعني ثورة فنية يعني من خلال أعمال طيب اسمح لي أسأل حضرتك
يعني مثلا خلينا نقول لما بنتكلم على عيد الحب عن اي حاجه بنلاقي على طول رغم ان في اغاني حب كتيره وبطريقه جديده اتعملت ومطربين ممكن نقول جيدين جدا لكن بتلاقي تطلع اغاني عبد الحليم على طول ماشي. وقفنا في الميادين في 25 يناير وفي 30 يونيو اغاني عبد الحليم الوطنيه اللي موجوده بالظبط. الله، لانه كان برضو بيعبر بالوطنيه بالعاطفه ماشي. بس انا عايز اقول انه وجديد. حتى في الاجيال الجديده مع طلوع يعني احنا بنستضيف هنا اشكال مختلفه من الغناء الشبابيه، اشي راب على اشي بتاع جاز على كده وبيخلوها واخد الطابع الشرقي، لكن برضو تلاقي لما نحب بقى كده يعني ده بتلاقيك رايح برضو لمنطقه معينه رومانسيه نروح لعبد الحليم على طول، وطنية بنروح لعبد الحليم والدينية بنروح لعبد الحليم، عمل أدعية دينية جميلة جدا الموجي عملها له بمنتهى الجمال والعاطفة، العاطفة الربانية بقى اللي هو بحب ربنا بقى يعني بعبر بحب ربنا بالأدعية دي كمان وببساطة وببساطة يا فندم، يعني البساطة هي كانت أهم حاجة لأن هو كان قلب بيحس وبيشعر وبيترجم وبيتعايش مع الكلمة، يعني بيعبر عنها يعني مش بيفرح مثلا في كلمه حزينه او يزعل او كلمه حزينه يعني او كلمه مفرحه يعيط فيها، لا يعني معبر عن كل كلمه بيقولها، ما فيش حد يعني وصل للشكل ده من خلال الاغاني بتاعته. طب لو قلت لحضرتك يعني عايزين تسمعنا اغنيه ما بين عبد الحليم والموجي وبالنسبه لك انت اقرب اغنيه ليك؟ لا هو طبعا فيها ليها موقف في الحقيقه اللي هي يا قلبي خبي دي جميله يعني ليها واقعه ان الموجي كان خد يا قلبي خبي واللي تشغل بالك ليه في فيلم ايامنا حلوه، واستاذ كمال تقول كان واخد حلوه حياتي وهي دي هي، طبعا شعر كبير فارس الاغنيه مرسي جمال عزيز. الموجي خد الجنوتين اللي تشغل بالك ليه قلبي خبي، فاشتغل في اللي تشغل بالك ليه الاول، المخرج مستعجل على يا قلبي خبي مش اللي تشغل بالك ليه، لان اللي تشغل بالك ليه بعد احداثها في الفيلم بعد يا قلبي خبي، فعبد الحليم طلبه قال له يا محمد عملت ايه في يا قلبي خبي، قال له خلصتها، بيقول له كده عشان ايه يسيبه يعني، المخرج يطلبه يقول له يا حلم حليم يقول له يا محمد خلصت عشان مستعجلين، قال له يا سيدي خلصتها انتوا بس فوقوا لشغلكم وخلصوا صوركم وانا بقى اسمعكم، وقت ما كانوا بيكلموه طبوا عليه في البيت، فعبد الحليم جه بالمخرج وقال له ايه ده انت جبت المخرج معاك ليه؟ قال له مش انت قلت خلصت يا قلبي خبي؟ قال له ما خلصتهاش، قال له الله طب هنعمل ايه في الموقف ده؟ هنسمعهم ايه؟ قال له بص حط كلام قدامي واللي يطلع مني يبقى هو ده قلبي خبي، قال له بعدين قال له خلاص نقول لهم دي قلب خبي خلاص واحفظ اللي انا هقوله لان انا هنساه وليد اللحظه هينساه، فقال يا قلب خبي المذهب والكوبليه بكده اندمج كده، وبعدين قال له الله يا محمد الله، وقعدوا شويه شربوا الشاي كده سمعنا والنبي تاني كان نسيه طبعا. فعبد الحليم قاعد كده ببص الوالد بقى زقه كده بكوعه قال له حليم انت حافظ اللي انا قلناها؟ قال له كان ميزة حليم بقى ان هو كان بيحفظ بيلقط اي نغمه تعدي عليه يحفظها اي نغمه، فطبعا سمعها لهم تاني وانبسطوا جدا وكانت يا قلبي خبي قلبي خبي والايه اللي بنسمعها هي قلبي خبي. الله هي جميله يعني اذا كانت ولدت اللحظه دي يعني دي حاجه عبقريه جدا طبعا. ليبان عليا ويشوف حبيبي
يعني طيب حضرتك كنت في البيت مع عبد الحليم وكده كتير؟ اه طبعا. كان عندك كم سنه يعني يعني فضلت معاه لغايه ما عندك كم سنه؟ انا فضلت معاه لحد ما كنت في تانية كليه 27 سنه. من الطفوله بقى؟ من الطفوله. اه من الطفوله. وكان يعني اول ما اتولدت سنه بحاول سني بقى اقول من مولود سنه 51. اول ما اتولدت الوالد اتعرف بعبد الحليم وكان عايز يسميني عبد الحليم. يعني فقال جدي بقى لا نسميه الموجع الاسم الجد والمش عارف والنقب وايه يعني التقاليد بقى اللي بتاعتنا. فطول السنين انا كنت بعمل اللقاء ما كنت بكتشف على الحجر لاول مره انا وعلي الحجر كنا اتنين جداد بعمل لقاء كده وعبد الحليم شاف اللقاء ده كان وقتها كان بيعمل بروفات كاريت فنجان كنت انا في تانية كلية. في وسط البروفة قال لي تعالى قلت له ايوه يا عم حليم قال لي انا شفت لك لقاء حلو انت واحد اسمه علي كويسين بس انت هتسمي نفسك ايه؟ قلت له انا اسمي الموجي محمد الموجي ما... قال لا ما تنفعش قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي لازم اسم فني ابوك هياكلك يعني اسم ابوك هياكلك كبير قلت له طب اعمل قال لي وانت صغير كان هسموك عبد الحليم اديك اسم يا سيدي عشان من الحب فيك واديك عبد الحليم قلت له ما هتبقى الحكايه اقوى يعني عبد الحليم والموجي فضحك كده وقال لي طب في الاخت ولا صغير ولا جد صغيره تبقى انت اسمك الموجي الصغير هو اللي سماك الموجي الصغير وهو اللي سماه الموجي الصغير يا سبحان الله طيب يعني عبد الحليم كان بيسافر لندن كتير وكان اداك هديه لا هو كان عاقبنا الاول عاقبنا ازاي بقى كنا جبنا نمر وحش قوي في سنه من السنين بهدلنا بقى اب هو اصل اب تاني وعم واخ وصديق وكل حاجه فهم بهدلنا مسكنا مسح بينا الارض احنا الست او احنا الخمسه كانت غير ولد صغير فممنوع سفر المصيف ممنوع انتوا مش ممنوعين من المصيف السنه دي معقاب فاختي انغام تقول له لا انا هسافر وانا اقول له هنسافر واختي تقول له لا غصبا عنك هنسافر وتقول لها لا وريني بقى غصبا عني هسافر ازاي روح قول لابوكي قلت له هقول لبابا ورحنا لبابا قلنا له عبد الحليم منعنا من السفر مش هنصيف السنه دي ولا ايه؟ فقال هو عبد الحليم قال كده؟ قلنا له اه قال اسمعوا كلام عبد الحليم
كلنا بقى يقول طبعا كلنا رحنا عبد الحليم، رحنا بقى عبد الحليم طلبنا بعدها بنص ساعه، ابوك قال لكم ايه زي ما انت قلت، قال خلاص ممنوع السفر السنه دي، وهتذاكروا في المصيف، وهتذاكروا ما فيش مصيف، وهتذاكروا في الصيف وتتلهلبوا في الحر كده. وفعلا جبنا نمر حلو بعد كده ثاني سنه، ورحنا له البيت بقى، وما كانش كان في اوضه النوم، طلع بقى ماسك هاف بوت بايده كده ولابس هيكل اسود كده، وطلع ولبسنا له احمر كلنا لبسنا له. فقال له ده الشياطين الحمر عندي ولا ايه؟ قال له اه عشان انت زملكاوي، انا قلت لك اهلاوي. قال له لا انا زملكاوي، انا اهلاوي. هو كان اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي؟ اه انا فاكره انه في معبود الجماهير قال زملكاوي. اه بس هو هرب منها، هرب منها طبعا. هو بس هو اهلاوي يعني. كشفناه هنا بقى لبسنا لك اهلي عشان انت زملكاوي، ولا من قال كده؟ انا اهلاوي. واحنا بنضحك برضه ما عرفناش نغيظه يعني. فقال انا بقى مدام جبت نمر حلوه السنه دي، الولاد هيسافروا لندن على حسابي، والبنات ليهم سلاسل ذهب بعليات كده هديه. وسافرنا فعلا لندن، وقلنا له احنا الفلوس اللي هنسافر بيها ما فيش فلوس، وصعب ان احنا ندخل المطار بالفلوس وكده. قال انا هتصرف. واحنا طالعين على سلم الطياره لقينا محمد شبانة اخوه بينده علينا، خد عبد الحليم بيسلم عليك وشيك ايه، بيحطه في جبنه وطلعنا على اب فعلا أب. يعني طب الموج الصغير، انا هحاولها بقى خلاص عبد الحليم اللي قال لحضرتك الموج الصغير. يعني لو اخترنا اغنيه نختم بيها فقرتنا دي، هتختار ايه حضرتك؟ يعني ممكن يا مليك قلبي، لانها يا انت بتوجعني ليه؟ ليه بتوجعني يا فندم؟ دي من الاغاني الرائعه. ودي اللي قدم فيها البنات اخواتي على المسرح لما طلعوا على المسرح بكيت الورد. فكان وقتها ممنوع اي حد يطلع له على المسرح يسلم عليه، فطلعوا البنات بنتين الحان انغام وغنوه الاثنين. فالجمهور هيص، اشمعنى يعني اشمعنى اشمعنى اشمعنى؟ وبس قال لهم والله دول ولاد الموجي، فقدمهم على المسرح يعني.
الموجي الصغير. انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا يا فندم. ربنا يخليك. اشكرك. والله كنت متضايقه جدا في الاول لاني كنت بردانه جدا من التكييف, لكن الفقره دي حسس رجعتني بقى كده للزمن الجميل والطرب الاصيل, حاجه جميله. بعد الفاصل هيكون معنا فقره فنيه تانية, لكن انا هنتقل من عالم عبد الحليم حافظ, عالم الموجي اللي احنا عشنا معاه, هننتقل الى الفولكلور الصعيدي. هيكون معانا المطربه صفاء الهلالي وفرقتها. خليكم معانا. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار, فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده, مش ناسيين والمشانق للي رايح واللي جاي ودم احرضنا اللي راحوا بين شوي, والمشانق للي رايح واللي جاي ودم احرضنا اللي راحوا بين شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي, لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي, سلاحي في الدنيا نهار وليل صاحي ينادي يا شوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي, الناصر حبيبنا عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجرة, وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا الأمر. أحلف بسماها وبسرها أحلف بالمدنة وبالمدفع, أحلف بالقمح وبالمطلع, أحلف بالمدنة وبالمدفع, أحلف بالقمح وبالمطلع.